ورحت الشمال أجريا حزيمة، والقصة صارت بلقاع بالبرية، بلقاع اللي يشتغلون بيها إسماعيل وسليمان. إسماعيل عمره 15، سليمان عمره 13، وراحوا من هين ما عندهم مشكلة، والدنيا نهارها تبخ مطر، وأنا جاعدة هين سويت لهم غدا واستناهم نهار جمعة. ابن عمهم جاي من قطر، راح الشايب هذا معزوم عند أخوه، وجوني هي لقوني مسوي الغداء تقدم وما بيعدهم مشكلة وراحوا. يوم الراحة وقلت لهم يا بابا مجبل عليكم ليلة وليدة، لا تأخرون لليل، تعالوا بضو تماظ القلب يطب. قالش علي يوم راح شوي وانهم جايين جم لقوني مدينة الغسالة، جاعدة غسل الغسيل، رموا هديماتهم غسلتهم، ما لاحظت لا لقيت دم لا شفت شيء على هدومهم، لا بنوب واحد بالمشروع الغربي واحد بالمشروع الشرقي يسجون. الشرقي ما يدري بنوبه ولا عنده خبر، الغربي هو والوليد الغنامي متعالغين بيناتهم. يروح اسماعيل يجيب نعشتين بطرازيل، طلعت عليه قلت له يابا هذا من منين جبتني وليد؟ قال اشتريتني من الغنام، وظل له علي 3000 من باجي حقه. قلت يا ابني لا لهن علف لا لهن شيء، شن بيهم ما منا ومال. قال يا يما أنا مشتهى الغنم وريده، حطهم بالدار وسكر علي. فاتوا ناموا، نمنا ما سولفوا ما قالوا لا كتنا آدمي ولا زلمة مشدول ولا كل شيء ما ندري. نايمين أنا وهم وهالشايب بالبرنده، رجاب قال لي ها. قلت له اقعد الدولة على الباب ويسألون عنك. قال اللهم ربي داعيت خير، إن شاء الله أنها داعيت خير. قام تلقاهم عند شجرات الزيتون، خذوا معاهم وراحوا. قالوا لي طبعا مهم هين، راحوا من الصبح وشبوا ترازلتهم راحوا على القيم. يوم خذاهم قايل له أريدك وين الولي؟ قايل هذا سليمان، سليمان بالمشروع الشرقي، هذا سليمان. قايل هذا سليمان؟ قايل حسبنا الله ونعم الوكيل، لأنه صغير صايحين ومرتبين بالسيارة رايحين على اسماعيل بالمشروع الغربي. زاد يوم انهم واقفين وين اسماعيل؟ قايل لهم زاد هذا اسماعيل، زاد نفس الحكي حسبنا الله ونعم الوكيل. راحوا شايلينهم من الحكومية أخذينهم على الرقة، شهر ظلوا بالرقة. أبوهم راح عليهم نوبتين يزورهم يسألهم، يقول له سليمان يا يابا أنا ماني حاضر، جاد إسماعيل مسوي هالشي أنا تراني ماني حاضر. وأرفقوهم البعض، ظلوا شهر، بعد الشهر شالوهم من السجن، خذوهم واحد بالسلحبية واحد بالمنصورة، سليمان بالمنصورة وإسماعيل بالسلحبية. قاصينهم ما حسينا ودرينا الا جانا الطارش، واحنا جاعدين انا وهالشيء بالحال ما عندنا لي حاجه، ونفوت السياره عليه ونقولنا الولد انقص، جايبينهم على بيت عمهم بالحكومي، خذونا بالتاكسي ورحنا. يوم جينا اثنينهم ممددين طرف بعض، سليمان يقول لهم اني مالي ذنب، يقصونهم اثنين، هم قصوا واحد، هم هذول قصوا اثنين، ليش الذنب هذا؟ هذا مو ذنبها، المال وذنب ليش يقصون؟ المحاضر ليش يقصون؟ الله يعيني، الله يعيني.